بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، مساكم سعادة، مساكم إيجابية، ورحب فيكم في برنامج مساء الخير يا كويت في هذا الموسم الجديد، ومسي دائما الأخوان الموجودين معنا في هذا الاستوديو، ودائما وأبدا للزميلة أماني مساء السعادة. مساء الورد عيد، مساء عليك بالخير، وأيضا على مشاهدينا ومتابعي برنامج مساء الخير يا كويت. وراح تكون أيضا معنا اليوم مواضيع وفقرات جديدة ومنوعة في إطلالتنا الجديدة، واللي نتمنى أيضا نقدم شيء جديد ومميز. نعم زميلتي أمان، اليوم حلقتنا راح تكون فيها الكثير إن شاء الله من المواضيع والتقارير اللي ذكرتيها، إن شاء الله نتواصل معكم. معانا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت الدكتور محمد ضاوي العصيمي، عضو هيئة تدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، والحديث عن ظاهرة الكسوف وما يصاحبها من سنن ورواتب. اللاعب مشعل البدر وحنان الزايد مساعد مدير النشاط الرياضي بنادي الطموح الكويتي الرياضي، والحديث عن بطولة العالم العاشرة لمتلازمة الداون. نسبة الكسوف في الكويت اليوم وصلت إلى 43%، وتتفاوت هذه النسبة بين منطقة وأخرى، وتكون نسبة الجزء اللي فيه الكسوف من الشمس دائما أكبر كلما تم الاتجاه شمالا حسب ما يرصده خبراء الفلك في أمانة. بالضبط عيد، مثل ما احنا شايفين معكم أيضا مشاهدينا صور الكسوف على الهواء مباشرة، هذه صور تم التقاطها اليوم في توثيق هذه الحالة الفلكية، واللي تعبر أيضا عن رصد حالة فلكية نادرة كل 20 سنة، والكسوف أيضا تختلف مناظرة من منطقة لمنطقة. نعم وزميلتي أمانة، مثل ما قاعد أشوف هذه الصور على الهواء مباشرة، يعني الله يجزاهم خير إخواننا في وزارة التربية ووزارة الصحة على تعطيل الدراسة، وهذا طبعا أهم شيء، الاحترازات الصحية أهم من كل شيء، فبارك الله فيهم. عموما خلونا نشوف رصد مركز عبد الله السالم الثقافي في رصد حالة الكسوف اليوم. وثقنا وصورنا ورصدنا كسوف الشمس الجزئي اللي كانت نسبته 43%. هذا الكسوف هو الأول والأخير لهذا العام 2022، سبق هذا الكسوف كان هناك كسوفين اللي في عام 2019 وعام 2020، وكانت نسبة اللي في عام 2020 61%، هذا الكسوف أقل منه. هناك كسوف آخر أيضا قادم في عام 2027 وراح تكون نسبته 59%، وأيضا راح يكون كسوف جزئي. الكسوفات الجزئية راح تستمر ويانا بين فترة وأخرى. شاهدنا هذا الحدث ووثقناه وصورناه بواسطة أجهزة ومعدات خاصة وفر مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، وأيضا متحف الفضاء نظارات خاصة لهذا الكسوف، وأيضا تلسكوبات خاصة لمتابعة وتصوير هذا الحدث. كان الجمهور كبير مع بداية الظاهرة، توافد علينا العديد من الزوار قبل بدء الظاهرة، كبار السن والأشخاص البالغين عندهم إدراك في كيفية التعامل مع الأجهزة والمعدات وقراءة التحذيرات بالشكل السليم، لكن الأطفال دائما نقول الوقاية خير من العلاج. الأطفال قد يكون الإدراك عندهم ناقص، فقد يستعجل أحد الأطفال باستخدام أي تلسكوب أي منظر والنظر إلى الشمس بطريقة قد تضر عينه بصورة سواء مباشرة أو غير مباشرة. النظر إلى الشمس باستخدام الأجهزة المكبرة وعدسات التصوير سواء في حالة الكسوف أو في غير حالاته مضرة للعين. البالغين ممكن يتعاملون مع هذه الأحداث، لكن الصغار إحنا دائما ننوه أن ندير بالنا عليهم، وأيضا الوقاية خير من العلاج، بحيث أنهم يبتعدون عن مثل هذه المشاهد ويكونون في المراكز المتخصصة لرصد هذه الظواهر بحيث أن يستمتعون. في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي وفرنا شاشة للأطفال بحيث أنهم يشوفونه بطريقة آمنة جدا ومريحة. ضيفنا القادم الدكتور محمد ضاوي العصيمي،
عضو هيئة تدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، والحديث عن ظاهرة الكسوف وما يصاحبها من سنن ورواتب. نرحب بالدكتور محمد ضاوي العصيمي، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. حياك الله معنا دكتور، مساك الله بالخير. شرفتي. اي طول عمرك، سعيد جدا في الالتقاء معك خاصه بعد مده. الله يبارك فيك، شرف لي. الله يطول عمرك دكتور. دكتور، اليوم يعني حدثت حاله بالكويت هي كسوف الشمس، كيف يستفيد الجميع من هذا اليوم بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا حقيقه انا سعيد يعني باعطاء يعني هذه الحاله، حاله الكسوف، و يعني شيء من الاهتمام سواء عن طريق وزاره الاوقاف بطلبها اليوم من المساجد ان تصلي هذه الصلاه، وايضا وزاره الاعلام مشكوره، مواقع التواصل، يمكن تابعت مثل ما تابعت انا ابو يوسف ايضا تفاعل الناس، يعني جزاهم الله خير عبر مثلا بعض الهاشتاجات اللي تتكلم عن قضيه الكسوف والحكمه منها، صفة الصلاة، بعض ما يشرع في هذا الوقت تحديدا، وهذا شيء طيب حقيقة، يدل على شيء، يدل على وعي مجتمعي موجود وحرص أيضا على هذا يعني من الناس على أن يكون لهم معرفة وعلم بما ينبغي فعله في مثل هذه الأوقات. طبعا الكل يعرف أن يعني نحن في السنوات الأخيرة حالات الكسوف تكاد تكون يعني متكررة في كل سنة، بل أحيانا في السنة الواحدة يمكن أكثر من حالة. وأنا اليوم وأنا أقرأ ايضا كنت اتابع بعض الفلكيين ذكروا ان هناك ايضا حاله كسوف جديده بعد 15 يوم ربما ترى في السعوديه تحديدا في جده وما بعدها، ندل على شيء حقيقه يدل اننا يجب ان نقف وقفه واحده. يعني لاحظ معي ان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها التي عاشها عليه الصلاه والسلام لم تحدث هناك حاله كسوف الا حاله واحده، بينما نحن يمكن ادركنا عشرات حالات الكسوف سواء الجزئي أو الكسوف الكلي أو خسوف القمر أحيانا. هنا هذه الوقفة المهمة التي يجب أن نقف عندها. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الحكمة والغاية والهدف من وجود مثل هذه الكسوف، هذا الكسوف، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أغنانا حقيقة عن البحث كما نقول ببيان الحكمة من هذا الكسوف، لأنه أبطل عليه الصلاة والسلام اعتقاد كان موجودا اعتقادا جاهليا أن والله الكسوف الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم أو حياة عظيمة. هذه المعتقدات. أي نعم. وقدر الله أن في ذلك الوقت اللي حصل فيه الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد توفي ابنه إبراهيم، فربط الناس وفاة ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتقاد اللي كان موجود سائد عندهم قديما بأن الكسوف سبب هذه الحالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج للناس وصلى فيهم وأخبرهم عن الحكمة من الكسوف في قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان ولا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما آيات يخوف الله بهم عباده. وهذا هو نفسه الوارد في القرآن الكريم، الله عز وجل يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن هذه أو هذا هو الأمر المهم. نحن حقيقة يعني الذي أريد أن أقوله لا ينبغي أن يمر علينا مثل هذا الحدث ونحن فقط يعني همنا الأكبر هو قضية اليوم، خلنا نقول النظر في الأسباب الحسية المادية. يعني اليوم أكثر الناس اهتموا يمكن بقضية والله شنو سبب الكسوف وأنه توسط القمر بين الأرض والشمس، جيد هذه معلومة. بعض الناس اهتم بقضية اليوم متابعة الأطباء خاصة أطباء العيون، وأن النظر الطويل إلى الشمس يحدث حادث حالة من العمى، وهذا بسبب ماذا؟ حنا ما نبطل هذا الكلام كله ولا نقول هذا الكلام غير صحيح، بالعكس الشرع الحمد لله لا ينفك اليوم عن الطب والرجوع أيضا للمختصين، لكن الذي نريده أن لا يعطى الجانب المادي هو الاهتمام الأكبر دون النظر في الجانب الآخر اللي هو الجانب المعنوي، الفائدة التي يجنيها الإنسان من هذا الكسوف والجانب الشرعي. يعني الجانب الشرعي أول ما نجنيه حقيقة وأول فائدة هي قضية استشعار أو إحياء عبادة الخوف من الله عز وجل. لذلك قال يخوف الله بهما عباده، استشعار قضية الخوف، الإنسان مطلوب أن يخاف من الله ومطلوب أيضا في المقابل أن يحسن الظن بالله، لكن لا ينبغي أن يغلب جانب على جانب. الأمر الثاني، لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيى في الناس قضية العبادات التي تشرع في هذا الوقت، لذلك هو نفسه قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة والتكبير والاستغفار والعتق، هذه يعني الأعمال المستحبة. نعم، هذا إحياء لقضية اليوم العبادات التي ربما بعض الناس أحيانا قد غفل عنها أو ربما قصر فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكر الناس بهذا الأمر العظيم.
أيضا قضية اليوم إحياء قضية اليوم الاستعداد. يعني نحن لما نقول لماذا نحيي عبادة الخوف في الناس، نقول نحيي عبادة الخوف لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك استعدادا لما سيلقى الإنسان عند الله عز وجل. لذلك يعني مقابلة هذه الآيات بنوع من اللامبالاة أو مقابلة هذه الآيات بنوع من التندر والسخرية، أنا أتصور هذه يعني تشعر بموت القلب وتشعر بنوع من البلادة، أنا أسميها يعني، يعذرني إخواني المشاهدين، لكن هذا أبسط ما يمكن أن نصف به هذا يعني الإنسان. هو مفروض التفكر في هذه الأمور، غير التفكر المادي فيها، التفكر الحسي، التفكر الشرعي، الخوف من الله سبحانه وتعالى، أكثر من هذه العبادات. أيضا دكتور، يعني هذا سؤال مطروح من أكثر من شخص، أنت ذكرت أن هناك أعمال مستحبة مثل ما ذكرت الاستغفار والصدقات، ولكن هناك من يقول بأن الصدقات في هذا اليوم أجرها عظيم. أنا ودي أتأكد يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يحث على هذه الصدقة في هذا الوقت، هذا يدل على تأكيد. لذلك الصدقة أصلا في الأصل أنها تستحب، كما يقول العلماء تستحب بين يدي الدعاء، فصلاة الكسوف هي جزء منها دعاء، جزء منها صلاة، فكونك تقدم الصدقة في هذا الوقت هذا يعني أيضا مراعاة لهذا الجانب، وهو قضية الحرص على تقديم الصدقة بين يدي الدعاء. هذا من الأمور المهمة، وليست فقط الصدقة، يعني حتى بعض الناس اليوم سأل سؤال، يعني احنا اليوم الكسوف مثلا 3 ساعات، احنا خلصنا صلاة بعد ساعة، ما الذي يمكن أن أفعله مثلا في الوقت المتبقي؟ هل نقول هل أعيد الصلاة؟ نقول لا، الصلاة لا تعاد، لكن مع ذلك الإنسان يشتغل بالعبادات الأخرى مثل ما ذكرت أبو يوسف، قضية الصلاة، الصدقة، قضية الاستغفار، الذكر، الجلوس في المسجد، قضية اليوم قراءة القرآن، هذه كلها مما يستحب في هذا الوقت، فهذا أمر حقيقة مهم جدا. أيضا يعني مراجعة اليوم السبب العظيم الذي لأجل الله عز وجل يرسل هذه الآيات. الله لما يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، هذا ليس المراد اليوم أن الإنسان يقلل من شأن اليوم المعاصي والذنوب وأنها لا علاقة لها بما يحدث اليوم في هذه الأرض التي نحن عليها، لا، الله سبحانه وتعالى ذكر هذا، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ونحن حينما نقول تتابع الكسوف والخسوف، هذا يجب أن يبعث في نفس الإنسان مزيد خوف. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ معي، لما حدث الكسوف في زمنه وهو من هو عليه الصلاة والسلام، حتى جاء في بعض الروايات أنه نسي ثوبه من العجلة وأخذ ثوب أهله، يعني شوف فزع عليه الصلاة والسلام من الخوف وهلع وخرج عليه الصلاة والسلام. ذلك كان صلى الله عليه وسلم هذه الآيات ما كان يمر عليها مرور الكرام. اليوم هذه آيات عظيمة جدا، اليوم لك أن تتخيل أن هذه الشمس بعظمتها وكبرها يذهب الله ضوءها في لحظة، يعني هذا كأن الله يقول لنا الذي أقدرني على أن أفعل هذا الأمر لا يعجزني أن أفعل غيره. لذلك اليوم انظر إلى ما يحدث اليوم في هذا الكون مثلا، شوف الابتلاءات التي تصيب العالم، فيضانات والزلازل والبراكين ونحوها. يعني نحن يمكن تذكر أبو يوسف، يذكر أخواننا الهزة التي أصابت الكويت في فترة من فترات، يعني هزة بأقل درجة يمكن، انظر ما الذي أحدثته في قلوب الناس من الخوف. وهذا شيء طيب، بالعكس هذا هو الذي يجب على الإنسان. كلامك هذا يقودني إلى سؤال مهم جدا، هذه اللي أنت ذكرت هي مؤشرات مناخية، هناك من يربط هذه المؤشرات المناخية فرضا في العواصف الفيضانات بأن يجب هناك تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أمر مفروغ منه، ولكن إنه هذا غضب من الله، ولكن يقولك نعمة المطر هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، فيها تناقضات، ودي أوضحها أكثر. لا، إحنا نقول الأصل فيما يوقع الله من الابتلاءات أن له عدة حكم، يعني قد يكون من الحكم هو تنبيه الناس. يعني أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأى مثل رؤيا مفزعة في المنام، هو عبد الله بن عمر، رأى في المنام أنه كأنما يلقى في النار، هو صحابي، النبي صلى الله عليه وسلم شنو فسرها فيه؟ قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. يعني إذن هنا نوع من التنبيه، مو لأن عبد الله مقصر في الواجبات، يعني بالنهاية هذا يبقى من خيرة الناس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أحيانا قد تكون تنبيه، أحيانا قد تكون تحذير، أحيانا قد تكون اليوم عقوبة، أحيانا قد يكون الإنسان يراجع نفسه. يعني اليوم أنا ذكرت لك الموضوع لما حصل مثلا هزة الأرضية في الكويت أو كذا، تجد بعض الناس سبحان الله مثل اللي يعني أخذ يراجع حساباته في علاقته مع الله عز وجل، تقصيره في حق والديه، أداء الصلاة، الزكاة الواجبة، تجد عنده نوع من، خلنا نقول نوع من النفضة التي جعلته اليوم يراجع حساباته في علاقته مع الله. لذلك هذا من التناقض اللي يعيشه اليوم، يعني وأنا أولكم، يعني خلنا نقول ما نريد أن ننسب التقصير لأحد، أننا سبحان الله يعني ما يكاد الإنسان اليوم يخل بعلاقته مع البشر، تلقاه يعني يؤدي العلاقة بحذافيرها. شوف علاقة الإنسان بدوامه اليوم وانضباطه وتميزه، ويمكن يمدحون الناس كلهم،
تلقى هو نفسه في العلاقة الأخرى المتعلقة بالله عز وجل تجد أنها من أبعد ما يكون صح. عن قضية التواصل في 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 أقصد تأسيس هذه العلاقة التي يجب أن تكون أولى من غيرها. صحيح. الأهمية. الأهمية والعناية الأكثر، لأن اليوم التوفيق اليوم الذي يعطيه رب العالمين. إذا كان الإنسان أصلاً قطع صلته برب العالمين، إذا لا تتصور اليوم أن تحصل على توفيق، حتى لو حصلت في الظاهر اليوم بعض المكاسب الدنيوية، خلنا نقول وجاهة، منصب، شهرة، مال، لكن في النهاية تبقى هي بالنهاية مؤقتة. لكن الذي يبقى اليوم هي المنافع الأخرى التي يجنيها الإنسان من تقوية علاقته مع الله، بر الولد، هذا أثره على المدى البعيد حتى بعد موت الإنسان. صحيح. بر الولد، صلاح البال. اليوم بعض الناس شيء. يملك ملايين لكن مو مرتاح. لذلك احنا ما نريد ان نربط نجعل اليوم سعادتنا مرتبطه فقط بجني الاموال والمكاسب في امور دنيويه. احنا نقول من حسن علاقته مع الله هيأ الله له العلاقه الحسنه مع الناس. لذلك اعجبني يعني كلام لابن سيرين وهو احد العلماء وهو محدث ونفس الوقت مفسر للاحلام، فلما ساله بعض الناس، واحنا نقول هذه رساله، يعني اليوم بعض الناس يشكو من علاقته مثلا في نوع من الجفاء في علاقته مثلا مع زوجته أو الزوجة مع زوجها أو الأولاد مع أبوهم أو الإنسان مع جيرانه أو مع زملائك في العمل. هو اختصر هذا كله في كلمة واحدة يعني، فشنو قال يعني لما سألوه أو عن الرجل تسوء علاقته مع أهله، فقال كلمة عظيمة، قال حسن ما بينك وبين الله يحسن الله ما بينك وبين الناس. يعني اليوم علق، جعل علاقتك مع الله حسنة، تجد أن الله يهيئ لك قلوب الناس حتى تزول كل هذه المشاكل. لكن إذا كانت العلاقة أصلاً مع الله عز وجل علاقة فيها تقصير وعلاقة خلنا نقول سوء أدب مع الله عز وجل، لا يمكن اليوم أن يحصل الإنسان ما يريد في علاقاته الدنيوية البشرية. ودائماً كلنا مقصرين لولا رحمة طبعاً الله. طبعاً طبعاً لا شك. يعني أيضاً دكتور، هذا المحور خاصة الجانب العائلي، دور الأسرة في تعليم الأبناء، المستحبات والسنن، خلال ساعات هذه الأيام بالتحديد مع هذه الظاهرة التي حدثت والإمعان فيها والتفكير أيضاً بالخوف من الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكرت أنت الواحد مفروض يعني يراجع نفسه. نعم نعم، إحنا نقول بلا شك يعني وينشأ وناشئ الفتيان منا على ما كان عوده هو. الابن إذا رأى والديه عندهم اهتمام وعناية في قضية اليوم العلاقة مع الله عز وجل، إحنا ما نشوف هذا بس في حالات الكسوف، شوف في رمضان تشوف مثلا الأسرة كلها ما شاء الله تتوجه بكل من فيها إلى المسجد، قضية صلاة التراويح، قضية اليوم إذا تهيأ الإنسان فرصة العمرة، تعويد الأولاد على الصدقة أيضا والبذل. هذه الأخلاق رغم أن بعض الناس يراها نظرة يعني سطحية أو نظرة بسيطة، لكن حقيقة تكبر مع الأولاد، لأن هذا الابن اليوم الذي حضر إلى صلاة الكسوف اليوم وشاف الناس وهي تصلي اتشرب، يبدأ أولا يمكن مثل ما ذكرت قضية اليوم السؤال، يعني أول ما سيسأل أبوه أو أمه شنو سبب الصلاة وما الحكمة منها، فتبقى هذه المعلومات حقيقة راسخة فيه. وهذا حقيقة يعطينا قضية مهمة جدا، أهمية العناية بالثقافة الشرعية الإسلامية في أوساط الصغار، هذا أمر مهم جدا. لذلك أنا اليوم سبحان الله قدر الله يعني تتم سؤالك، أرسل لي بعض الأخوة المعلمين تقرير أجراه على بعض المدارس في أسئلة خلنا نقول من جديات الإسلام، يعني الإنسان ما يكاد اليوم إنسان يعني يسعه أن يجهل بها. تفاجأ حقيقة بأن الردود كانت أو الإجابات كانت أكثرها إجابات سلبية أو إجابات خاطئة. يعني لما تسألني والله شنو أركان الإسلام، لما تسألني والله من هو مثلا الخلفاء الراشدين، لما تسألني مثلا يعني أسئلة مثلا كم مثلا مدة صيام رمضان عامة، يعني هذا يجعلنا حقيقة أن نعيد النظر في قضية التعامل في إحياء هذه المعلومات الشرعية في بين الأولاد عبر ربطهم مثلا في الحلقات القرآنية أو غيرها. إن شاء الله. الله يجزاك خير دكتور، بارك الله فيك وسعيد مرة ثانية تقام معك. الله يسلمك عزيز وغالي، وأسأل الله لكم الأجر آمين يا رب على إتاحة هذه الفرصة وأيضا تذكير الناس بهذا الأمر العظيم. آمين. الله يجزاك خير، كل شكر وتقدير دكتور محمد ضاوي العصيمي، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت.
وللحديث مشاهدينا عن سوق الخضرة والشبرة أيضا الحين طبعا راح نتكلم عن هذا الموضوع وراح نسلط الضوء أكثر عيد عن أسعار الخضار والفواكه. نعم زميلتي أماني، الشبرة والأسعار وسوق الخضار مع زميل نجيب القحطاني المتواجد بسوق الخضرة في منطقة شبد. مساك الله بخير نجيب، يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك زميل عيد، امسي عليك بالخير وعلى اماني وعلى المشاهدين الكرام. مثل ما تفضل زميل عيد واماني، احنا اليوم موجودين في شبره الخضره والسوق المركزي في منطقه الصليبيه، وهذا السوق يعتبر من الاسواق المركزيه في دوله الكويت. لكن راح نسلط الضوء عن ارتفاع الاسعار، والبعض يقول لك والله ان البيض غالي والخضره غاليه والامور هذه غاليه، لكن احنا موجودين في شبره الخضره المركزيه مع السيد رائد الميموني رئيس نوبابا وفريق التفتيش و في وزارة التجارة والصناعة. السيد رائد مساك الله بالخير ويعطيك العافية وعساك على القوة. مساك الله بالنور والسرور والله يجزاكم خير إن شاء الله. خلينا نتكلم عن الجولة التفتيشية اليوم، يعني البعض يقول لك إنه والله أسعار البيض غالية، إحنا الآن سألنا أسعار البيض على دينار و200 دينار وربع، هذه الأسعار حتى نعرف المشاهد الكريم في يعني سوق الخضرة المركزي في منطقة الأصليبية. بالنسبة للبيض، نتكلم عن البيض. البيض اللهم لك الحمد يعني الكميات متوفرة عندنا موجودة في السوق. وبتناول الجميع ولا يوجد شحف البيض. هل في انواع معينه موجوده؟ يعني يقول لك في احجام معينه موجوده حتى نعرف، يعني في احجام وفي اسعار معينه موجوده. احنا خذينا جوله قبل شوي، جولكم التفتيشي هذه، يعني الاسعار متفاوته، يعني ما في اسعار مثلا غاليه. خلينا نتكلم بالنسبه للاحجام، اكيد يختلف. احنا عندنا موجود الاحجام في ال 40 50 ال 50 60 60 70 70 جامبو، هذه احجام تختلف، فطبيعي يختلف السعر عن كل حجم. واسعارها؟ أسعاره تختلف كذلك، كل حجم عن حجم يختلف السعر عن الثاني. اليوم احنا خلينا نتكلم عن السعر اليوم، ايش كثر واصل البيض؟ بالنسبة لليوم عندنا ال 50 60 دينار و200 موجود، ال 60 70 موجود بدينار وربع، والكميات اللهم لك الحمد متوفرة. هذا بالنسبة لأسعار، لكن أنا حتى ودي أخلي المشاهد يشوف معي، أنتم عندكم جولة تفتيشية، خلينا نروح حق صندوق الطماط هذا اللي موجود هنا، أنا جاي بشتري طماط والحين قاعد بشتري، هل من حقي انا اطالع شنو هذا الصندوق شنو فيه؟ يعني شوف انا قاعد اشوف هذا الطماط موجود، يعني انا قاعد اشوف فيه شغلات صغيره موجوده، هل هذا من حق انه يبيع ولا هل فيها مثلا شك او فيها غش تجاري؟ بالنسبه للطماط اول شغله يحق للمستهلك انه يعاين السلعه، يحق للمستهلك انه يعاين السلعه يشوفها قبل لا ياخذها، لو تكون مثلا فيها غش تجاري يكون او اللي تحت تلفان خربان، فيحق للمستهلك اني عين السلعه قبل شرائها. يعني مثلا حقي اني انا اشيل الصندوق واطالع شنو تحت الصندوق بالضبط اذا كان في طماط صغير؟ كل تاكيد حقك، هذا حقك انك تعاين السلعه قبل لا تاخذها. يعني مثلا هذا الحين مثل ما شفت هذا يعتبر غش في الحجم، يخفي الكميات الحبات الصغيره يخفيها تحت حتى عشان يصرفها، فيخفيها تحت فيها شغلات تالفه. يعني هذا شوفها الشغلات التالفه. اكيد هذا يتخذ فيه محضر ضبط مخالفة وحالته إلى جهات الاختصاص في محضر غش تجاري يكون. ننتقل حق صندوق البرتقال، أنا أشوف صندوق البرتقال حتى قدام المشاهد الكريم، يعني أشوف حاط فيه هني شغلة بسيطة موجودة، هل هذا صح؟ ولا هم في حتى نعرف المشاهد الكريم إذا وصل للشبرة يفتش على الخضرة يطلع الخضرة زينة مو زينة؟ هذه ممكن يكون فيها غش، احنا حاليا راح نشوفه، ممكن يكون فيه غش في المقدار بحيث أنه يضع أوراق كمية أوراق يكون في فرقات يستفيد من الحبة، كل 100 صندوق يطلع له 100 حبة منها. شوف في قطعة صغيرة موجودة هنا، هذه في نعم شوفها قدام عيننا الحين، أمامنا الحين حتى نقدر نشوف المشاهد يشوف. أنا شوف في هني حاطلة مثل شغلة بسيطة هنا، هذه موجودة شوف هذه شنو هذه؟ إيش معناتها القطعة اللي موجودة؟ شايف هني جايك هني معي، هذه كمية أوراق، شوف فراغات، هذا يعتبر غش تجاري بالمقدار. والورقة هذه اللي موجودة اللي هذه المربعة هذه القطعة اللي حاطها هي عملية الغش، هذه عملية الغش لما يكون الفراغات هذه يعبي ليها أوراق، فكانت هذه عملية الغش بحد ذاتها، يوهم المستهلك لما يشوف الطبقة فوق فل يشوفها ما شاء الله متكاملة باعتقاده أن اللي تحت نفس الطبقة اللي فوق، لكن يتفاجأ بعدين أنه يلقى لا والله كمية ورق تحت، فهذا يكون عملية غش تجاري في مقدار. شفت أنا هذا الشيء شنو الإجراء اللي أنا أتخذ معاه؟ أنت كمستهلك؟ نعم. كمستهلك تستطيع الإبلاغ في عبر الخط الساخن 135 أو من خلال برنامج سهل حاليا وفرناها في خدمات الرقابة التجارية تقديم بلاغ.
بشتغل معك هاك شغله ثانيه، خلنا نشوف الفلفل الاخضر اللي هذا اللي موجود، ها هذا انا بشتري مثلا الفلفل، يعني اشوف انا الحين الفلفل الاخضر هاللي موجود، حتى خلنا نفتح قدام المواطن قدام المشاهدين الكرام نطالع شنو في داخل هذا الفلفل حتى نوضح للمشاهد الكريم، يعني شوف في شغلات مو موجوده وشغلات تالفه اللي موجوده، شوفها يعني شوف هذه الشغلات اللي موجوده حتى كاميرتنا تاخذ لقطات على على هذا، شوف حتى نوضح للمشاهد الكريم، تفضل. نفس الطريقه، نفس الطريقه اللي تفضلنا فيها يقوم باخفاء الحبات الصغيره تحت والحبات الكبيره فوق. هذا يتعمد بعمليه الغش، غش تجاري يقال له، يقال غش تجاري في الحجم، يضع الحجم الصغير تحت والحجم الكبير فوق، ايهام للمستهلك بان الكميات كلها نفس الطبقه العليا، مع وضع اللاصق هذا حتى يمنع المستهلك من ان يعاين السلعه من تحت. انا يتهني وشفت هذه الخضره اللي موجوده، هل من حقي انا اني انا بطل هذا الكيس النايلون اللي موجود اللزاق هذا افتحه كذي وطالع شنو تحت هذه الخضره، حتى يعني نعرف المشاهد بخصوص ان انا دشيت الجبره. تقول ممكن تلفان خربان، حقك انك تعاين السلعه قبل لا تاخذها، هذا حق للمستهلك ما يقدر يمنعك. استاذ رائد قبل لا نختم هذا اللقاء، شنو ودك تقدم نصيحه؟ احنا شفنا ما شاء الله شغلات كثيره موجوده، يعني في البرتقال في بعض الامور اللي فيها بعض التلاعب البسيط، بعض الخضره اللي موجوده، الطماطم اللي موجود، انا لما اي هذا سوق الخضره هنا المركزي، شنو الاجراء اللي تاخذه؟ شفت مثلا شيء غش تجاري، شو الاجراء؟ هل عندكم مكتبكم هنا موجود؟ اتصل في الخط الساخن، اصور البضاعه اللي موجوده، وصلت انا البيت ولقيت في غش تجاري، ارجع لكم ثاني مره؟ بالنسبة لنا احنا كمكتب في سوق الخضار موجود لنا مكتب هنا ومتواجدين على مدار الساعة في فريق الطوارئ، كذلك عندنا الخط الساخن 135 اقدر اتصل عليه تليفون ابلغ عن عملية الغش اللي انا شفتها او حصلت معي، اقدر اتقدم انا مثل ما تفضلت قلت اخذت السلعة ورديت للبيت ولقيت فيها غش، اخذ السلعة هذه وارجع لوزارة التجارة حماية المستهلك، اقرب مركز من الفرع اللي شرى منه السلعة. لو نتكلم عن الأسعار، أسعار تتغير، أنا أشوف حتى في هني يعني موجود في مثل شو اسمه العلامة الصغيرة هذه، هل أنا أقدر أتأكد السعر والنوع والوزن الأمور حتى يعني أنا يتبس الشبرة ما أعرف شيء. بالنسبة للأسعار هي الخضار والفواكه تتصنف ثلاث فئات A B C، الـ A تكون هي التصنيف الأعلى فيكون سعره مختلف عن الـ B، فلما نقول إحنا للمستهلك روح من بسطة لبسطة من مكان لمكان شوف الأسعار، راح يكون في تراوح بالأسعار في أعلى وفي أقل على حسب التصنيف يرجع. يعني الحين شنو ودك تنصح الناس اللي بيدشون الشبرة؟ أنا من حقي أبطل الكرتون وأطالع داخل الكرتون وأفتش هذا الكرتون، هل العامل اللي موجود يقول لي لا ما تجي شيء ولا تحرك شيء ولا تسوي شيء، ولا أنا من حقي كمستهلك إني أنا حر أبطل وأطالع البضاعة وأشوف أتأكد صالحة مو صالحة أقول له تفضل هذه بضاعتك أنا ما راح أشتري. حق للمستهلك إنه يعاين البضاعة قبل الشراء، حق له ما حد يمنعه، منعه يتقدم إلى حماية المستهلك والشباب يقومون بدورهم إن شاء الله معه. يعطيك العافية سيد رائد الميمون رئيس نوبباء فريق طوارئ وزارة التجارة والصناعة، شكرا جزيلا مشاهدي الكرام، كنا معك في هذا النقل المباشر الحي من السوق المركزي في الخضرة في منطقة صليبية، وكذلك شكر لوكيل وزارة التجارة والصناعة السيد يعني منصور العنزي، سيد محمد عفوا سيد محمد العنزي اللي أعطى فريق أسرة برنامج مسار خير يا كويت يكون موجود مع فريق الضبطية القضائية اللي موجودين في وزارة التجارة والصناعة، وشاهدنا معكم بعض يعني الشغلات اللي غير صالحة، بعض الغش اللي موجود، لأن كمواطن كمستهلك من حقك أنك توصل الشبرة وتشوف وتفتش وتطالع وتأخذ البضاعة اللي تعجبك وتدفع فلوسك وتتوكع على الله. راح نرجع إلى عيد الأمانة تكملة فقرات برنامج مساء الخير يا كويت، لكم الهواء تفضلوا. برنامج الكويت نعرض كل ما يهم المشاهد، راح يكون في ضيوف من برا الكويت، نوعية الضيوف المختلفين هو اللي يميز البرنامج، كل ليلة من ليالي الكويت مختلفة عن سابقتها. ضيوف برنامج ليالي الكويت مثقفين، فنانين، أدباء، جميع أنواع الضيوف، جميع أطياف المجتمع، كل واحد فينا أكيد له نكهة له أسلوبه الخاص، فنقدم برنامج بطريقتنا اللي هي تحت مظلة ليالي الكويت. هاشتاج ليالي الكويت، هذا دائما فاعل. برنامج ليالي الكويت هو تجاوز مرحلة أن يكون برنامج، هو أيقونة برامج الوزارة الكويت.
فعلا حلة جديدة حرفيا. التنويع بلمسة ليالي الكويت راح تشوفونها معانا. ليالي الكويت تشاهدونه في الأوقات التالية على تلفزيون دولة الكويت. ضيوفنا القادمين اللاعب مشعل البدر وحنان الزايد مساعد مدير النشاط الرياضي بنادي الطموح الكويتي الرياضي، والحديث عن بطولة العالم العاشرة لمتلازمة الداون. معنا في هذه الفقرة قصة شبابية كويتية اتعلمنا شلون يكون الاجتهاد والمتابعة لتحقيق الأهداف، وخصوصاً إذا كان من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الغاليين على قلوب أهل الكويت. مشعل البدر تابع حبه لرياضة السباحة بمساعدة كل من حوله، وساعدوه أيضاً في مشواره نادي طموح الكويتي الرياضي. تعالوا نعرف شلون قدر مشعل يحقق هذا الإنجاز اللي سجل باسم الكويت في البرتغال. مساكم الله بالخير مشعل أيضا وكابتن حنان الزايد مساعد مدير النشاط الرياضي أيضا بنادي طموح الكويت الرياضي، ونقول لكم ألف ألف مبروك على الفوز في بطولة العالم العاشرة لمتلازمة الداون. ألف مبروك كابتن حنان، وأيضا البطل مشعل ألف مبروك على هذا الإنجاز. الله يبارك فيك، وبداية أحب أشكر برنامج مساء الخير الكويت على استضافتنا، استضافة بطلنا مشعل البدر، وأحب من خلال برنامجكم أني أهني دولة الكويت حكومة وشعبا وخصوصا الشباب الكويتي، وأيضا أوجه التهنئة حق معالي وزير الإعلام محمد عبد الرحمن المطيري، وزير الإعلام ووزير الثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، على يعني تذليل جميع الصعوبات وتسخير يعني الأندية والهيئة العامة للرياضة والجميع ونادي الطموح على الأخص الأستاذة رحاب برسلي. نعم. في يعني تذليل جميع الصعوبات بحيث نحن وصلنا حق هذه المكانة. نعم، مبروك بطلنا مشعل على هذا الإنجاز، يعني ما شاء الله عندك ميداليتين فضيتين بالسباحة حرة وظهر 50 متر. مشعل يعني تعبت عشان تحصل هذا الإنجاز وما شاء الله هذا النجاح، كلمنا عن هذه القصة. أنا اسمي مشعل بدر وأشرف معاكم من في بطولات البرتغال. نعم. حصلت البطولات اللي أنا خديتها فيها بطولاتي ما كسر من دوري عاقة فكرة وحركية، لأن أنا عندي بطل عالم لدول الكويت الحبيبة السالمة وخانمة إن شاء الله، لأن البطولات أنا خطيتها مطافتني. نعم. في حرة برونز أنا خطيت مواهب يعني. نعم نعم، مشعل ما شاء الله عليه بعد يعني خذ البطولة، كان معاه 3 كويتيين أيضا وياه، ولكن مشعل قدرت تتحداهم وتفوز في هذه البطولة، يعني خصوصا البطولة شوي السباحة ومع أكيد دول مشاركة وفي أبطال وياك، شو قدرت تستعد تتجهز لهذه البطولة؟ يعني كلمنا عن اللياقة البدنية، عن أكلك أيضا. والله سين كلت عدل، وأنا أحب لأن نفسي أنا بروحي تعلمت شو الأخطاء، يعني أنا فراش هذه. حلو، قدرت تتعلم من أخطائك والحمد لله، بعدها تجهزت واستعدت ورحت، خصوصا لما تكون بطولة بالبرتغال، يعني هل حسيت أنك أنت راح تجيب هذا الإنجاز مشعل؟ نعم. يعني حسيت كان عندك إحساس أنه ما شاء الله راح تجيب وراح تتحداهم وينافسهم؟ كان عنده إيمان. نعم. إيمان قوي أنه هو راح يحقق يعني الفوز، وفي كل مرة يشارك بالسباق يقول لا انا بيب ذهبيه، بعد يقول يعني دائما يقول دائما يعني متفائل وروحه حلوه وهو مع زمايله. نعم. ايضا كابتن حنان ودنا تعطينا فكره، شو قدرتوا انتم كنادي ايضا الطموح الرياضي تهتمون بابنائنا، يعني من استعدادات من تجهيزات، اكيد كان لكم دور فعال ايضا واكيد كان في تشجيع لهم. اولا احب اذكر ان نادي الطموح الرياضي الكويتي هو نادي متخصص في الاعاقه، رياضه المعاقين ذهنيا. نعم. للاعاقات الذهنيه. وبالتالي فهو دائما يعني يسلط الضوء على الرياضيين من الاعاقه الذهنيه، نتبنى لاعبين، اي لاعب عنده مهاره رياضيه في اي لعبه رياضيه نادي الطموح
يتبنى هذا اللاعب ونقوم بتدريبه وتوفير وتسخير جميع الإمكانيات من أجل أن اللاعب هذا يرتقي ويطور من مهارته. وأمانة النادي يهدف إلى أن يكون شخصية متكاملة حق اللاعب الرياضي ويسد جميع الأمور الشخصية من الأمور الرياضية، الأمور الاجتماعية. إن شاء الله كانت في متابعة يعني متابعة من خلال التدريب أيضا من التدريب. النظام الغذائي يعني. فالحمد لله لما كانت عندنا بطولة البرتغال كان لها استعداد نفسي، استعداد بدني، وقبلها بكم شهر كان في تحضيرات بالإضافة إلى استعداد غذائي يعني صحي. إن أخذنا اللاعبين حق أخصائيين تغذية، أخصائية تغذية حلو، أعطيتهم برنامج غذائي، نقعد أيضا مع أولياء الأمور شم يتخطوا معاهم. نعم. يتعاونون إن طريقة تدريبهم بالبيت، أكلهم بالبيت، يكون في يعني متابعة بالبيت أيضا. أنا ودي أعرف مشعل شلون كان وياكم أيضا تدريبه وتجهيزه، يعني كلمنا هل مش يعني خصوصا مسؤولية كبيرة أكيد، وكان مع بعض اللاعبين. والله يعني مشعل وهم إخوان اللاعبين اللي هو محمد فايز النيباري. نعم. ومحمد حازم تركيت كانوا يعني كلهم جروب واحد وإخوان يعني مع بعض، حاولنا دائما أن يكون بينهم ألفة وحب خلال تدريباتهم المستمرة المكثفة. بالتالي أن يعني نحرص دائما على نشوف إذا شنو عندهم إصابات، في بعض اللاعبين عنده إصابة معينة، إذا في أدوية يأخذونها، نوعية الأغذية، دائما يكون الأهل متواصلين معهم. مثلا يعني مشعل في فتره كان عنده شويه شد عضلي من خلال السباحه، صار عنده شد عضلي ظهره، فيصير في متابعه. فعنده يعني والده الله يحفظها دائما ياخذه ويسوي له، ياخذوا له مراكز علاج طبيعي ومساج ويتم الاهتمام ويتم الاهتمام ايضا متابعه. يعني انا عرفت ايضا مشعل الوالد والوالده الله يحفظهم نوجه لهم تحيه ايضا، كانوا من المشجعين والداعمين لك اول باول، عدل؟ فكانوا دائما يتابعونك اكيد ومتابعين مع نادي طموح وكابتن حنان. فكلمني شلون كانت التدريبات معك مشعل، يعني حسيت بصعوبه ولا الحمد لله كنت ملتزم اول باول؟ والتدريبات هل كانت كثيفه يعني قبل البطوله؟ والله ثين كتر كابتن طارق لازم يحل البطوله هذه، وان هذه البطوله هذه السباحه. نعم. حق هذا عاد الكابتن دائما شديد شوي، فهل كان يشد عليك وايد كابتن؟ كابتن طارق هياج نوجه له تحيه ومعه مساعده طبعاً. كابتن بلال كان هو يعني يشر بيده انه يعني كان في فتره يعلمهم تكنيك معين، شلون النط داخل الماي والتكنيك الشغلبه لما تنط. لان اكيد كابتن حنان يعني في بعض الفنيات والتكتيك المعين، يعني شو قدرتوا ايضا تاهلون مشعل وتاهلونهم ايضا للمواجهه يعني خصوصا في دول مشاركه وايضا في ابطال من يعني مختلف الدول، فشو كان هذا التحدي واجواء المنافسه شلون قدرتوا تاهلونهم؟ والله يعني انا قلت يعني امانه إن هي 23 دوله كانت مشاركه بطولة البرتغال، وتلاحظين ان اغلب الدول هذه دول عريقه في المجال، يعني حتى لاعبينها لاعبين بتلاقين في رياضه السباحه، رياضه السباحه يعني يعني ما تحسين انهم حتى يعني داون يعني داون سندروم. فدائما قاعد يعني تحسين في بينهم تنافس والتشجيع والحب، والحمد لله هذا الشيء ايضا موجود عندنا. نعم. وفرق كبيره، ومثل ما قلت لك يعني البطوله كانت ايام يعني مو يوم واحد، كذا يوم، فيها 50 متر، فيها 100 متر، فيها 200، فيها على توالي ايام. وكان في ايضا تسخين يعني قبل تسخين بعد التمارين، قبل في جداول البطولة. في جداول معينه حق التدريبات الصباحيه، كانوا يحضرون التدريبات وكان يدربهم الكابتن، ونحرص على تدفئتهم يعني انه يكون منشفين جسمهم لما يطلعون وكل شيء، يعني تحسبا يعني تحسبا مثلا لاي عائق صحي انه يكون او اي عارض صحي. نعم. الحمد لله كانوا دائما ملتزمين ان شاء الله، ملتزمين اول باول ويسمعون. نعم. يسمعون ملاحظات المدرب. نعم. يعني بدقه ويطبقون اللي يقول المدرب. حلو. مشعل كم ساعه يعني تمرن بالصباح والصباح وعصرا، يعني ايش كثر كم ساعه ياخذ منك التمرين؟ يعني صباحا في بعسكر لان عشان تتلب يعني يعني خلينا نقول ياخذ تقريبا يمكن احنا ناقشنا اللي هو ساعتين عدل الصبح، ساعتين الصبح كنت تدرب إيه؟ وساعتين العصر. إيه؟
الله يوفقه يا رب ان شاء الله. واحنا مشعل نتمنى لك ان شاء الله في القادم اكثر واكثر ان شاء الله. وانت اليوم فخر لنا بوجودك معنا ايضا يعني من خلال هذه التحدي وهذه المنافسه، يعني هنقول بطوله ايضا كبيره بالبرتغال بمشاركه دول يعني مختلفه وايضا لاعبين، نتمنى لك التوفيق. واحنا نشكر جهودك ايضا كابتن حنان. الله يسلمك. الله يسلمك يا رب، ونقول لكم الف مبروك. طبعا مشاهدينا في ختام اللقاء نقول لمشعل البدر أنت مثال بالفعل وبطل مشرف لكل الكويتيين، وتابع مشوارك يا بطل مشعل إن شاء الله، ونتمنى منك الكثير. وأيضا إحنا معكم أول بأول، ونشكرك أيضا كابتن حنان الزايد على هذا الاجتهاد وهذا الدعم. والله أنا أشكركم ويعطيكم الصحة والعافية وكافي اهتمامكم يعني بأبطالنا أول بأول، دائما تحرصون على تصويرهم وإبرازهم إعلاميا وكل شيء. الله يوفقكم إن شاء الله. والحين طبعا مشاهدينا راح ننتقل معاكم إلى موضوع الصراع على السلطة في البيت. اليوم أصبح من المواضيع أيضا اللي تسبب كثير من المشاكل الأسرية داخل المنزل. خلونا نشوف معاكم حديث المواطنين عن العلاقة بين الزوجين في إدارة البيت وتربية أيضا للأولاد، ولمن بتكون أيضا السلطة للأب أو للأم. راح يكون كل هذا مع الزميلة ريم التيتون. إذا كانت شخصية أحد الطرفين مرنة تنازل للطرف الآخر عن مسؤولية اتخاذ القرار، أما إذا كانت شخصية أحد الأطراف قوية فزاح الطرف الثاني عن المسؤولية، أما إذا كان الأب والأم متنافران في الشخصية فقد وصلوا إلى باب مسدود. اليوم أنا بلومباركية وسؤالي يقول من هو له الحق في اتخاذ القرارات والسلطة داخل المنزل؟ خلينا نشوف رأي الناس. والله السلطة يعني من ناحية شرعية أن القوامة للرجل، الرجل يتمتع بإمكانيات ومهارات تفتقدها المرأة من طيبة وأخلاق وعاطفة. لازم المرأة تقعد مكانها، يعني تهدي العيال وتطلع برا. إيش حق يعني تطلع برا؟ عنده 5 6 2 3 عنده يهال، حرام هذول تطلع برا تيود يهال وتقعد بالبيت. السلطة هي حق الأب لأن اليهال يخافون منه، زين، والقرارات هو ياخذها، طبعا ياخذها مرات يشاور فيها زوجته ومرات لا، يشوف حتى إذا شاور زوجته مثلا لا ما القرار هذا مو ماشي، لازم هو اللي ياخذ القرار كونه هو المسؤول عن الأسرة، وهو اختلاط أكثر يعني خارج المنزل، لهذا هو يعني عنده بعد نظر أكثر. الزواج أصلاً بأساسه هو شركة، إما تكون هاي الشركة تنمو وتربح وفيها تفاهم وهذا، ولا ماكو شو اسمه، ما في سلطة. لما تقول سلطة يعني نار وحديد وكراهية وصيحة ونجرة، ماكو صيحة، هي البيت سعادة وابتسامة وتفاهم وإنجازات. داخل منزل ريال، عرفت؟ أما شنو في يعني المرأة إنسانها طويل، أي شيء قال الرجال قال لا تطلعين تقول لا أنا بطلع ما عليه، قرارة بالبيت أي شيء تقول لازم المرأة تسمع. المرأة أو الأم هي اللي عندها مبدأ الثواب والعقاب ينفرد فيه الأب، فالأب هو صاحب السلطة في البيت. يعني بين الاثنين يكون أكو تفاهم حتى يوصلون اثنينهم لقرار صح. وما يمنع يعني بعضهم الحين يطلعون كلام سكانه مرته، مو سكانه مرته، لا هو يحب بيته، لا سكانه ولا مرته ولا شيء، هو تعاون. يعني مثلا في بعضهم يقول لك والله انت سكانك مرتك، يعني واحد سالني هالسؤال قلت له لا يبا انا مو سكان، انا مع السكان والبريك بعد طقين بريك عادي. انا الحمراء تعطي حق المرأة تقعد مكانه. المرأة تقوم باختصاصاتها المنزلية البيتية الأمورية هذه كل أبوها. الرجل يأخذ بوجهة نظر المرأة والمرأة كذلك، يعني لازم أكو اتفاق. أما كل واحد يبي شب صبرايا ماكو فايدة. وإذا البيت صار في سعادة المجتمع كله يكون سعيد. بعد البنات ما يسمعون. الأم اللي تهدد بالأبو أنادي لك أبوك، مثل ما ربونا الأولين، فالأبو له دور واجب، عطاه الدين القوامة على المرأة وعلى الأبناء وعلى أفراد الأسرة. نمشي نروح بيت أهلنا يودونا، بيت أهلها يودونا 3 أشهر شهرين مرة نروح ومغر نرد البيت، ريال تبي أكل تبي غداء تبي هذا، تقول شوف مطعم أكو
ايش هذا مطعم؟ مو كل شيء على المرأة، يعني المرأة تروح تودي الأهل أوكي يم البيت، بس مو يخليها تروح البنت شرشي. تقول لا تقول شيء، لا تقول شيء، يقول لا تطلعين، تقول شوفي مشان ما طلع أروح بيت أهلي. هذا غلط. أوقات ضعيفة الشخصية يسيطرون عليها من الخارج، وتي قبل لا تتزوجه وهو نفس الشيء، مشيشينه من برا الأم وهناك الأم إن لازم تسيطر عليها، وهذه تقول لازم تدوسينه من أول يوم عشان هو اسمه تملكينه. بالنهاية يصير صراع من البداية، وهذه اللي أقول عنها، شركة ما اتفقوا على الميزانية صح، ولا اتفقوا على خارطة الطريق صح، ولا مستقبل صح. بالنهاية من بداية الشركة خسارة، نزاع ونزاع، وآخر شيء تخسر الشركة وتفرقون العملاء، وإذا يبين عيال هم العيال تفرقون، كل واحد يروح حفيز، وبالنهاية الشارع يصير فيه خطر. كل الشكر للزميلة ريم التيتون على هذا الاستطلاع الجميل، يعني بالفعل كان تقرير جدا رائع بمشاركة وآراء الجميع، يعني هذا اللي احنا دائما نحب نسمعه. عدل عيد، فايش رايك بالتقرير الجميل؟ لا تقرير مميز، خاصة زميلتنا نعم. ريم عندها مبدعة خاصة في اكتشاف بعض المواضيع، الموضوع السلطة عند الأب والأم، يعني موضوع كبير جدا شيق. على فكرة مو محتاج تقرير، هذا يحتاج إلى مواضيع كثيرة وحلقات في هذا الجانب. نعم، وبكذي أيضا وصلنا يعني عند لختام حلقتنا لهذا اليوم، مر الوقت بسرعة. أتمنى أيضا نتواصل معكم دائما على الخير والبركة، على أمل نلتقي أيضا مع مشاهدينا غدا بنفس التوقيت في برنامج مساء الخير يا كويت. الخير محب اجتماعنا معكم في هذا البرنامج، نلتقي معكم إن شاء الله في الغد مع زملاء آخرين. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.